تتذكري الحكي اللي قلت لك اياه من قبل ما هيك؟ بخصوص شو ماما شهنور؟ بخصوص جوزك سواش طبعا، يعني مين في غيره؟ شوفي هلا سواش مثل عصفور مجروح، من واجبك تعالجي، خليكي دائما جنبه مشان يوصل فيكي. انت مرته لا تنسي هالشي ابدا. شوفي خليه دائما ينظر لك بطريقه حلوه، اهتمي فيه، خليه يتذكر انه في عنده مره بالبيت. بس ماما شهنور انت بتعرفي. خلص بقى لا تطولي الحديث، روحي وندهي لسواش مشان يجي ياكل. يلا الأكل جاهز سواش. يلا ليكن جاي بلشو انتو.